بعد كده يعني كل الثورات دي ضد الإسلام، ده ضد الخلافات. يعني لو كان ابن خلدون يقول بأن الأمازيغ ارتدوا عن الإسلام 12 مرة، لكن ده في تاريخ الإسلام الأكراد ارتدوا، يعني ممكن أن نقول أنهم ارتدوا 14 مرة فقط في المدة القصيرة اللي هي الخلافتين الراشدة والأموية. في تقدير الشخصي بعد الدراسات، أكثر مجموعة مسلمة فيها ملحدين حاليا في الشرق الأوسط هم الأكراد. فيهم ملحدين كتير، وفيهم حتى ناس احنا جايين لهذا الموضوع اللي اعتنقوا المسيحية أو ذهبوا لأديان أخرى. بمعنى أصح يعني هم أسسوا العديد، أول دويلة إسلامية وأسسوا دويلات تانية، الدويلة الشدادية الكردية، الدويلة الحسناوية الكردية، الدويلة العيارية العنزية، الدويلة الدستكية. يعني هم أسسوا في صلب الخلافة الإسلامية، خلي بالك صلب الخلافة الإسلامية اللي هي الخلافة الراشدة والأموية والعباسية الأولى. يعني أسسوا في صلب الخلافة الإسلامية، لم تهضمهم الخلافة الإسلامية في عز قوتها، في عز عمر بن الخطاب، في عز عثمان، في عز الأمويين بسطوتهم، في عز العصر العباسي الأول وهارون وأبو جعفر المنصور، صاروا على كل الناس دي، لم يتركوا. بعد كده خد بقى تدخل بقى في صاروا على مين بعد كده، ده موضوع طويل. طيب أنا أبدأ في أخذ المكالمات ومعنا الأخ أمير. أخ أمير اتفضل. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا بك. بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم سيد وجدي على هذا المعلومات المهمة اللي قدمها. الله يخليك. وطبعا أنا أشكرك على طرح هذا الموضوع، لأن أنت بعرضك هذا الموضوع بس أنه أنت إنسان أكاديمي ومحب الإنسانية. الله يخليك. وحضرتك كردي؟ نعم، أنا كردي من مدينة كركوك العراقية. نعم، من العراق يعني. نعم، بداية أحب أقول أنه محاولة طمس الهوية الكردية من قبل أعداء الكرد من عرب وفرس وأتراك. نحن لم نكتب تاريخنا، تاريخنا يعني في المدارس، أقصد يعني اللي درسوه في المدارس. تاريخ كتبوا أعداؤنا، مع أننا أصحاب الأرض وأصلاء وسكان أصليون في الشرق الأوسط قبل الفرس. نحن قبل الفرس وقبل العرب وقبل الأتراك سكننا الشرق الأوسط. أعداؤنا وقتلتنا هم المسلمون. الذين قتلونا عبر التاريخ هم مسلمون. وأنا أيضا أحب أذكر أنه الناس اللي أعطونا المأوى واللجوء هم المسيحيون في أوروبا وأمريكا، ونحن نشكرهم على هذا، يعني على مساعدتنا. نعم، ونحن أيضا ككرد نحن يزيديون وزرادشتيون قبل الإسلام. لم ندخل الإسلام حبا في الإسلام، ولكن كرها، مثل ما ذكر ضيفك الكريم سيد مجدي. نعم، قتلونا، سلبوا أموالنا، سلبوا نساءنا، والإبادة إلى اليوم مستمرة منذ الفتح الإسلامي وإلى اليوم. وآخرهم أردوغان، والذي يقتل ويذبح في الأكراد في تركيا. نعم، في كركوك بعد اكتشاف النفط حلت علينا اللعنة. قامت الحكومة العراقية بهدم القرى الكردية في مدينة كركوك وجلب الأوائل العربية من محافظات جنوب ووسط البلاد، وقامت واستمرت سياسة تعريب محافظة كركوك إلى سنة 2003 بعد دخول القوات الأمريكية للعراق. نحن كأكراد وتسميات مختلفة عبر التاريخ، وفي ما ذكر ضيفك الكريم، موجودون في منذ زمن السومريين. كانت هناك مملكة عيلام، هذه المملكة كانت موجودة في جنوب إيران وجنوب العراق، وكانت مملكة كردية. ولكن اليوم هؤلاء الأكراد ذابوا، الذين في فرس في إيران تحولوا للفارسية، لأن الآباء يتكلمون الكردية والأبناء يتكلمون الفارسية. سؤال لك أخ أمير، لماذا لا تطرح القضية الكردية في الإعلام العربي لحد الآن في نظرك؟ نعم، هاي السياسة. يعني المشكلة أنه تركيا مثلا دولة قوية ولها تأثير على السعودية ولها تأثير على قطر. فهي اليوم حتى المجلات التي تتم في جنوب شرق تركيا ضد الأكراد، الإعلام العربي لا يتحدث عنه، لأن أردوغان علاقته قوية بتركيا وبقطر وبأغلب الدول العربية. وعندما كان صدام حسين عندما قام بقتل الأكراد بالسلاح الكيميائي لم يدن دولة عربية هذه الجريمة. عندما قامت بالأنفال
لم يردن أي دولة عربية، لأن هذا مسلم. المشكلة في العالم الإسلامي أنه إذا كان المجرم مسلم لا يتحدثون عنه. عندما يقتل طفل فلسطيني نحن نتعاطف مع الضحية. عندما قتل محمد درة في فلسطين قامت الدنيا ولم تقعد، لأن المجني عليه الذين قاموا بهذا الفعل هم إسرائيليون ويهود. ولكن عندما يكون الجاني مسلم لا أحد يتكلم، يقتل يبيد في الكيميائي لا أحد يتكلم. طيب أنا أشكرك على هذه المداخلة القيمة أخي أمير، فعلا أضفت الكثير بصفتك كردي لهذه الحلقة، وأنا أشكرك على كلامك الجريء الشجاع، وأتمنى أن الكثير من الأكراد يفعلوا نفس الشيء حتى نغني الحلقة بشهادات حية من إخوتنا الأكراد. أشكرك أستاذ مجدي. معلش أنا كان عندي سؤال كنت مأجله للأخير، لكن طالما دخل ذكره الأخ أمير أنا آسف، يتصل بموضوع سكوت الدول العربية بل وإدانة المعارضة الكردية لنظام الحكم البعثي العراقي. طبعا 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 لما أبادهم بالكيماوي نعم هو قال أنه ولا واحد تكلم عن الأكراد. طبعا أنا وحدثنا عن هذا الأمر، يعني سكوت، تعرف أنه حتى أنا أتذكر أنا كنت أعتقد أنه هؤلاء هم المجرمون، الضحية هو المجرم، لأنه بالإعلام كان عندنا متأثر بالإعلام الرسمي العراقي وقتها. يا أخي رشيد، دول مجرمون في كل شيء تجاه الأكراد من ناحية دي. أول حاجة إنه بيزوروا التاريخ، بيدرسوا تاريخ مزور للناس في منطقة الشرق الأوسط غير تاريخ الشعب ده وغير تاريخ الناس دي. ولكن لما بتيجي في مناطق فاصلة في التاريخ الإنساني بتشوف بشاعة الانحياز، مش بس اللي هو الانحياز السلبي ان هو السكوت وكأن الأكراد دول غير موجودين وكأن الشعب ده غير موجود وكأن ما عندهمش مشاكل وكأن لا شيء، الصمت التام. ده الصمت التام جريمة لما تكون في جريمة كبرى في التاريخ. صحيح. الصمت التام جريمة، ولكن زاد عن الصمت التام هو تأييد صدام حسين. في تأييد لصدام حسين لما ضرب الأكراد في حلبجة سنة 88 بالغازات الكيميائية الفظيعة، مات 5000 كردي في يوم ولا اتنين، وكان الكردي يبقى ماشي في الطريق يبصوا يلاقيه يضحك ويموت وهو واقف. حاجة بشعة. العالم لما تدخل وبدأ يدين صدام حسين، مين اللي دافع عنه؟ منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي طبعا، رابطة العالم الإسلامي، جامعة الدول العربية، وزراء خارجية الدول العربية، المنظمة للتحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات أصدرت بيان. وأنا أقول لك وقفوا مع صدام حسين طبعاً ضد الأكراد طبعا في 13 سبتمبر في الكيماوي طبعا 13 سبتمبر 1988 جامعة الدول العربية وزراء خارجية جامعة الدول العربية قالوا استنكارا لما أسموه الحملة الإعلامية الهادفة إلى تشويه الانتصارات العراقية، مؤكدين تضامنهم التام على العراق عشان حملة ضد الكيماوي. مش يقولوا أن في جريمة ضد الإنسانية فظيعة حصلت في العراق، ده بالبيانات، احنا عندنا بيانات وبأرقام، بيانات مؤيدة مؤيدة لصدام حسين، مؤيدة لصدام حسين. منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات طلعت بيان تأييد صدام حسين ضد الحملة الأمريكية التي تشوه العراق وإنجازاته وتشوه النظام في 20 سبتمبر 1988، بعد معركة بعد حلبجة مباشرة. مثل ما قال الأخ، عند حين يكون الجاني مسلم ما حدش يتكلم. وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعين بعمان بعد مجزرة حلبجة لم رفضوا اتخاذ أي موقف يشير إلى حلبجة، ولا حتى التضامن مع الضحايا، ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة. منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وبعتوا لها كتير من الأكراد، قولوا كلمة، طمنوا الضحايا، قولوا حاجة، طلعوا بيان إنساني، يعني ما بلاش إدانة، بلاش إدانة، قولوا هذه نحن مع هذا، ابعتوا شويه معونات زي ما بتبعتوا يدفعوا للارهابيين في كل حته، ابعتوا شويه معونات للناس اللي بتموت دي. لا سابوهم يموتوا،
لوحدها لازم تخجل هذه المنظمة. كل حرف في هذه الحلقة يحتاج إلى حلقة. رد فعل في أنت شفت منظمة إسلامية سواء القاعدة أو مش عارف إيه أو منظمة إيه أو داعش أو عفريت أزرق أو الجماعة الإسلامية أو الإخوان المسلمين أو شفت واحدة فيهم على مدى الخمسين سنة طلعت بيان تدين العراق أو تدين تركيا في في جرائمها ضد الأكراد وتركيا ارتكبت جرائم لا تقل جرائم. احنا جايين لتركيا لأن تركيا سؤال لوحد حاجة. هل دي أخي أعرف عملوا إيه؟ الأعداء الأربعة كلهم يعادوا بعض. إيران بتعادي تركيا من سنة 1500. صدام حسين وحافظ الأسد كانوا ألد الأعداء. إيران والعراق كانوا في حرب. المهم اجتمعوا سنة 78 وطلعوا اتفاقية مشتركة سنة 78 منع تسلل المجرمين الأكراد عبر الحدود من هنا، لأن ما سويش الأكراد هو عاملين عشان الأكراد. اتفقوا في شيء واحد. اتفقوا في شيء واحد في قمع الأكراد. عاوز اقول لك حاجه، حتى اللي بيتسموا نفسهم عندهم اخلاق وشيوخ، لما حصلت حروب كرديه ونزاعات بين برزاني وبين طلباني 94 ل 96، مين اللي اصلح بينهم؟ الولايات المتحده الامريكيه في 17 سبتمبر 1997 ديفيد وولش مساعد مادلين اولبرايت هو اللي راح وعمل وعمل لهم اتفاق، واللي هو بناء عليه بعد كده اتكونت كردستان. مين اللي والشيوخ حد ادان هذه؟ ولا شيخ. انا ما شفت الشيخ. انت بتتابع الشيوخ اكتر مني، وانا بتابعها عشان اشوف بيقولوا ايه برضه. انت شفت الشيخ واقف قال ما هذه الجرائم ضد المسلمين القرارات؟ ما هذه شفت واحد قال كده؟ لا ما شفت. لا انا ما سمعتش لحد دلوقتي شخصيا، ما سمعتش حد شيخ من الشيوخ الكبار. بالوحدة مصيبه. انت بتسمع بتوع السعوديه دول بتوع العالم الاسلامي والاتحاد مش عارف العالم العلماء واتحاد المسلمين يتكلموا عن بورما ويتكلموا عن وجنب بيته ماتت 5000 واحد ومسلمين سنه زيهم 70% سنه و 30% شيعة علويين على ديان اخرى. اقول لك حاجه، انت شيء يعني لا يتصور صدقني. انا كتبت كتبت على جوجل شيوخ يدينون ما يجري الاكراد، ما لقيتش شيوخ بيدينوا ما يجري الاكراد. ما فيش حاجه، ما فيش. لو كنت كتبت عن الحور كان طلع لك يا ده هذا ألف شيخ. هذه فضيحه. سورة الأكراد في التراث الإسلامي. أنا بعد السؤال ده معلش سامحوني سأخذ مكالمات أخرى، وأنا أشجعكم كل المشاهدين من الأكراد اتصلوا هذه الحلقة لأجلكم. تفضل. احنا شفنا ردود أفعال الإسلام المعاصر تجاههم من ناحية التضامن. تعال بقى الصورة في التاريخ الإسلامي بقى عشان تعرف أن الناس دي مستهدفين من الإسلام من زمان. عارف كل الأحاديث دي طبعا كلها بيكتبوها بين بعضهم، اتكتبت في العهدين الأموي والخلافة. لما زادت ثورات الأكراد ضد المسلمين طلعوا عليهم بقى الكلام الفارغ ده. أول حاجة ال سورة الأكراد في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي، في التراث الإسلامي. شوف يا سيدي، عمر بن الخطاب، من بداية عمر بن الخطاب أول ما صاروا عليه، روى النبي عن عمر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكراد جيل من الجن كشف عنهم الغطاء، وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهم جزيرة، فخرج الجن من البحر فوقعهن فحمل منهن 40 غلاما، فلما كسروا أخذوا في الفساد وقطعوا الطرق فشكوا ذلك إلى سليمان فقال اكردوهم إلى الجبال، فسموا بذلك أكرادا. أول حتى حاجة تسميتهم من الجن عاملينها شتيمة. اطردوهم يعني اطردوهم فسموا أكراد. وده مين؟ عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارفة ايه. ومش بس كده، واحنا ما يهمنا هو رصد ما يقوله التراث الإسلامي ده الآن. ده الأكراد عارفين والعرب عارفين وبيرددوا لحد دلوقتي. وعاوز أقول لك حاجة، معناهم بيقول إن الشعب الكردي ده، هذا الشعب اللي دي له 2500 سنة قبل الميلاد، بيقول لك عليه مجرد أولاد زنا، أولاد زنا من الجن. شوف شوف شفت شفت البشاعة وقاحة. ادخل على الشيعة، ما لا يقله في هذا الموضوع في الصورة السلبية. روى الكليني في الكافي عن أبي الربيع الشيعي، ده في الكافي ده مثل وكأنك تقول البخاري بالنسبة للسنة. أخي رشيد، هذا الحديث مورود في الكافي ومورود في رياض المسائل للسيد علي الطبطبائي ومورود في الجواهر الكلام للشيخ الجواهري ومورود في تهذيب الأحكام للطوسي. الكافي والطوسي دول هم أهم اثنين شيعيين. بيقولوا إيه؟
روى الكليني في الكافي عن ابي الربيع الشافعي قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام فقلت ان عندنا قوما من الاكراد وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم. قال: يا ابا ربيع لا تخالطوهم، فان الاكراد حي من احياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. يعني هم جن. هو جن. طيب ما تخالطوهمش. ابو هريره ذكر عنهم: تقاتلون قوم نعالهم الشعر وهيدخلوا الاسلام ودول مش عارف ايه في تفسير ابن كثير. ده الكلام حتى شرف خان البدليسي ذكر ان هم في حديث عن النبي محمد دعا الكرد بعدم التوحد والفرقه الى يوم القيامه لان هلاك العالم سيكون بتوحدهم. انت دلوقتي طيب انا يكفيني انه المسلمين او اللي كانوا سهرين على النصوص حطوا صوره سلبيه للكردي او للاكراد. حتى هذه اللحظه في الشام وفي لبنان يقول لك انت كردي، يعني انت غبي سوري يعني. يشتموا الشخص يقولوا انت كردي.